أعزائي طلبة طلبات الصف الأول إعدادي مناهج نيو هالو، هنبدأ مع بعضنا طبعا الريفيجن المراجعة النهائية من السكند ترم اللي هو الترم الثاني. في الفيديو ده طبعا هنلم كل الفوكاب الكلمات المهمة الموجودة على المنهج كله، وهنشرح فيه كل النقاط الجرامر استاد اللي هي القواعد، ونحل اكسرسايزز عليها، ونقدر يا رب طبعا في الفيديو ده ان احنا ايه نستفاد منه جامد، ونقدر نلم المنهج كله من خلال الشرح. طبعا احنا هنبدأ بالكلمات المهمة الموجودة على اليونتات اللي معانا، طبعا يونت 7 هنقرأ طبعا كل الكلمات المهمة بحيث ان احنا نحصل على كل الانفورميشن المعلومات اللي موجودة معانا ايه على اليونتس. اول حاجه اكواريوم، اكواريوم طبعا يعني معرض الاحياء المائيه. سبورت سنتر اللي هو مركز رياضي. فان فير اللي هي مدينه الملاهي. بلانتوريوم اللي هي القبه السماويه. دولفينز اللي هي طبعا الدولفين. شوبينج اللي هو التسوق. سكول كانتين اللي هو الكانتين بتاع المدرسه. سويمنج بول حمام سباحه. بوب ميوزك موسيقى البوب. تربول يعني فظيع او كريه. اوبينيون يعني راي. فوتبول ستاديوم اللي هو ملاعب كرة القدم أو ملعب كرة قدم. بولينج ألي اللي هي صالة البولينج. ميوزيوم هنا يعني متحف. اكسبيشن هنا يعني معرض. ريستورانت يعني مطعم. نيرفز يعني عصبي. توجزر يعني مان. أوبرا يعني أوبرا. تراديشن اللي هو التقليدي. كوكونات هنا يعني جوز الهند. كلوز يعني مغلق. بعد ما نقرأ طبعا الكلمات اللي هي الموجودة معانا على اليونتات، هنشرح طبعا برضو يونت اللي هو الجرامر بتاعها، الجرامر ستادي، ونحل برضو عليه اكسرسايز. في يونت 8 هنا طبعا الكلمات المهمة اللي هي البريدج. بريدج هنا يعني كوبري. بيراميد اللي هو الهرم. تاور يعني برج. تانل يعني نفق. فارزر هنا يعني أبعد. وورس يعني أسوأ. رشا هنا يعني دولة روسيا. ديب يعني عميق. مليون يعني مليون. The Great Pyramid اللي هو الهرم الأكبر. Crowded يعني مزدحم. Suspension Bridge اللي هو الكوبري المعلق، ناخد بالنا من الحاجات دي. Beautiful يعني جميل. Sunset اللي هو غروب الشمس. Achievements اللي هي الإنجازات. Holiday أجازة. The Grand Egyptian Museum اللي هو المتحف المصري الكبير. Space يعني فضاء. Entrance يعني مدخل. Fantastic رائع. Expressions يعني تعبيرات. Dangerous يعني خطير. Narrow يعني ضيق. famous يعني مشهور. valuable يعني ذو قيمة. treasures اللي هي الكنوز. competitions هنا يعني مسابقة أو منافسة. tourists السياح. columns هنا يعني أعمدة. the amazon اللي هو نهر الأمازون. بعد كده طبعا معانا كلمات unit 9. diving اللي هي رياضة الغطس. kayaking اللي هي رياضة التجديف بالزورق. mountain biking اللي هو ركوب الدراجات على الجبال. ويند سيرفنج اللي هي ركوب الأمواج. ماونت كاثرين اللي هي جبل سانت كاترين. تنت اللي هي الخيمة. جيرني يعني رحلة طويلة. نيجوشييت يعني يتفاوض. رين يعني ممطر. فوج طبعا فوج هنا اللي هو ايه الضباب. فوج ادفنشر هنا مغامرة. كلاودي ملبد بالغيوم. ستورم عاصف. وزر يعني طقس. دنتست طبيب الأسنان. بروتكت يحمي. ريلوي لاين اللي هو خط السكة الحديد. روك كلايمينج اللي هو تسلق الصخور. سيلينج اللي هو الابحار. تريكينج اللي هي المشي لمسافات طويلة في الجبال. زيب لاينينج اللي هو الانزلاق بالحبل. بدوين اللي هو البدو. اكتيفيتي اللي هي الانشطة او النشاط. ارجيومنت اللي هو الجدل او الجدال. كيرفولي بحرص. كيب وورم يحتفظ بالدفء. تشالنج يعني التحدي. كومبليت يكمل او يكمل. بعد كده كلمات طبعا يونت 10. كودن هنا اللي هو القطن. جلاس الزجاج. جليزر جلد الجلد طبعا المدبوغ. ميتال اللي هو المعدن. بلاستيك اللي هو البلاستيك. ستون حجر. وولت يعني محفظة. روف يعني السطح. تابس حنفيات. كيتشن مطبخ. سولار بانلز اللي هي ألواح شمسية. ويند توربينز اللي هي طواحين الهواء. روبوت اللي هو الإنسان الآلي. ريس كويك اللي هو الزلزال. ديس أدفانتشز اللي هي العيوب. إماجينيشن يعني الخيال.
وول يعني صوف، بنسل كيس اللي هي المقلمة، سكيرت يعني الجيبة، سوكس يعني شرابات طبعا أو شراب، ستيتشت اللي هو التمثال، تابلت جهاز التابلت، تي سبون معلقة صغيرة، بريكس اللي هو الطوب، أوفن طبعا أوفن هنا يعني اللي هو إيه الفرن، بيدروم حجرة النوم، إلكتريك كار سيارة كهربائية، درايفلس كارز اللي هي طبعا سيارات إيه بدون سائق، كالتشر كالتشر هنا يعني الثقافة، ريكتانجولار يعني على شكل مستطيل، وورم يعني الدافئ، ديفايد يعني يقسم. بعد كده كلمات يونت 11، كورال ريفز اللي هي طبعا الشعاب المرجانية، اوكتوبوس اللي هو الاخطبوط، جيلي فيش قنديل البحر، سترينج راي اللي هو سمكة الراي اللي هي اللادغة، سي تيرتلز سلحفة بحرية، ويل اللي هو الحوت، اوشن يعني محيط، ستينج يعني يلدغ، تيل يعني زي، بلانيت يعني كوكب، انفايرومنت اللي هي البيئة، ريسايكل ريسايكل هنا يعني يعيد تصنيع، ديرتي يعني قذر، فيو اللي هو المنظر الطبيعي، بلاستيك بوت اللي هي الإناء البلاستيك، فون كول اللي هي مكالمة هاتفية، راديو ستيشن اللي هو محطة إذاعة، جلافز اللي هي القفازات، نيتشرز ريزيرف اللي هي طبعا المحمية الطبيعية، فرايتن يرعب أو يخيف، رولز اللي هي القواعد، سويل اللي هي التربة، لوكال يعني محلي، كلير يعني واضح أو صافي. كلمات يونت 12، اكاونتنت هنا يعني محاسب، اركتكت اللي هو المهندس المعماري، بيزنس مان اللي هو رجل أعمال، بيزنس وومن اللي هي سيدة أعمال، ساينتست اللي هو العالم، فوتوغرافر فوتوغرافر هنا يعني اللي هو المصور، انجنز محركات أو مواتير، بيلدينجز مباني، سك يعني مريض، مارين بيولوجيست اللي هو عالم أحياء مائية، تيست هنا يعني اختبار، أفريكا اللي هي قارة أفريقيا، وركشوبس يعني ورش، كينيا اللي هي دولة كينيا، ايرن يعني يكسب أموال، بريدكشن اللي هو التنبؤ، كمبيوتر بروجرامر يعني مبرمج الكمبيوتر، رايتر اللي هو الكاتب، انجينير مهندس، ماشينز آلات، ميتينجز يعني اجتماعات، ستودنتس يعني طلبة أو طلاب، ديزاين هنا يصمم، لابوراتوري اللي هي طبعا اللي هي المعامل أو معمل، تراديشنال يعني تقليدي، جولري المجوهرات، كولورفول يعني ملون، باسكت يعني سلة، غانا اللي هي دولة غانا، إلنس اللي هو المرض، كيور اللي هو العلاج، اكسايتنج يعني مثير. طبعا ده كل الكلمات اللي كانت موجودة معانا على اليونتات من أول يونت 7 لغاية يونت 12. تعال نشوف مع بعضنا كده طبعا نشرح الجرامر ستاد اللي هي القواعد يونت يونت كده، ونشوف الحاجات اللي معانا على المنهج. طبعا خلال الفيديو بتاعنا ده هنقدر نلم الكلمات المهمة الموجودة على اليونتات معانا مع بعض، وعلشان نقدر نحل أي انفورميشن معلومات تجينا في المنهج. الجزء المرحلة اللي بعد كده هننتقل ليها هو شرح الجرامر يونت يونت، وده طبعا هنبدأ بيونت كام 7 اهو في المنهج، بيتكلم على الباست سيمبل اللي هو ايه الماضي البسيط. طبعا الماضي البسيط احنا قسمناه قبل كده ان هو بنقسمه يا اما افعال ريجولر منتظمة، يا اما افعال ايه الريجولر غير ايه منتظمة. طيب قلنا الافعال اللي هي ريجولر منتظمة يا اما هتنتهي بدي او اي دي او اي اي دي. طيب وبالنسبة للأفعال اللي هي الريجولر قال لك نحفظها زي ما هي، اللي هي زي سي سو، وزي ميت يقابل تبقى الماضي منها طبعا ايه ميت، اوكي يبقى الماضي منها ميت الباست اهو، او زي ام واز الماضي منها واز، وار الماضي منها وير، هاف واز الماضي منها هاد، دو وداز الماضي منها ديد، وكل الايه الافعال بتاعتنا اللي هي ايه الشاذة اللي هي irregular. طيب هو اساسا الماضي بيتكون من التصريف الثاني للفعل، التصريف الثاني ايه للفعل، زي لما اقول هي بوت طبعا ده الماضي من باي بوت اهو،
يبقى he bought a new car last week. عرفت ازاي ان هو past simple؟ طبعا من الكلمة الدالة هو اللي هي last week، ومن التصريف التاني الفعل bought. الجزء اللي بعد كده من ال past simple قال لك بيتكون من ايه في النيجاتيف؟ تحط السبجكت اللي هو الفعل بلس طبعا مين؟ didn't. وبعد didn't هنا لازم يجي الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر، زي لما اقول ايه هنا بيقول لي هي didn't buy، he didn't buy a new car last week. تمام كده. بعد كده هنا كل الكلمات اهو او الجمل، I went، الماضي طبعا من go، I went to the zoo last week، كل الكلمات الدالة اهو، او لما اقول last Sunday، او لما اقول last month، او last year. لما اقول I went bowling، لما رحت طبعا البولينج اهو، an hour ago، او 4 days، اوكي، او 5 months ago. Ali saw، كل ده طبعا past simple اهو، Ali saw يعني شاف، see saw his brother Abdullah yesterday. او لما يجي لنا طبعا زي مثلا كده ايه تاريخ في الباست اهو، لما اقول 2013، in 2016 سلمى was born، يعني ولدت في 2013. في حالة الأسئلة هنا طبعا بنحط ديد الأول، القاعدة بتاعتنا لازم تاخد بالك كده منها، إن بتحط الفعل أول حاجة طبعا مين؟ ديد أهو، وبعد كده بتحط السبجكت، وبعد كده بتحط الانفينيتيف اللي هو الفعل فين؟ في المصدر. لما أقول لك ديد، وأدي الفعل هنا يو أهو، وبعد كده بتحط الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر، يبقى اقول لك did you go to the park؟ yes I did، no I didn't، ونعمل عملية ايه؟ الكروس المقص. لكن لو سأل طبعا ب have you got هنا، فتكون الإجابة yes I have، no I haven't. أو can she speak English؟ yes she can، no she can't. ده بالنسبة لمين؟ للأسئلة بهل. طب لو انت هتسأل هنا سؤال بكلمة استفهام، طبعا بتحط كلمة الاستفهام الأول اللي هي ايه؟ ال question word اهو، بعد كده بتحط طبعا ال auxiliary verb did، وبعد كده بتحط ال subject اللي هو الفعل plus infinitive الفعل فين؟ في المصدر. زي كده لما اقول لك ايه هنا ادي what اهي، او when sorry، وهادي did، وهذا ال subject you، وادي الانفينيتيف ايه؟ جو. يبقى when did you go to school؟ قال لك at 7 o'clock. او لما اقول where، وادي did اهو، وادي سلمى، وادي ايه؟ جو. يبقى where did سلمى go yesterday؟ قال لي to the market. اوكي، ده طبعا بالنسبه ليه للباست سمبل السؤال. لكن لو قال هنا what are you doing now، ده سؤال في present continuous، بتكون الإجابة I am reading a story، يعني أنا أقرأ إيه؟ القصة. تعال نشوف مع بعضنا شوية choose أو exercise على past simple. زي ما قلنا Ali had lunch، خد بالك من هذا أهو past simple أهو، يبقى Ali had lunch with his sisters Sarah. طبعا هنا ولا ينفع ناخد tomorrow ولا next week ولا now، هناخد طبعا هنا إيه؟ yesterday. السؤال اللي بعد كده هنا بيقول لي did you watch the match yesterday؟ طبعا الإجابة هنا طبعا yes I، طبعا مستر قال لك إن أنت لما تسأل بديد أهو، يبقى الإجابة هنا yes I did أو no I didn't. السؤال اللي بعد كده بيقول لي go got the gold medal حسن، قال لك طبعا مين هو اللي فاز بالجولد ميدل؟ طبعا قال لك حسن، يبقى هنا طبعا هتسأل بكلمة استفهام اللي هو إيه؟ who got. who got هنا طبعا هو تسأل عن الشخص العاقل. بالنسبة للفورب يقول لها how was your weekend؟ قال لك it great. طب ازاي كانت الويك اند بتاعتك هنا؟ كانت عاملة ايه؟ قال لك it was great، يعني كانت عظيمة جدا. السؤال اللي بعد كده هنا read اهو، read and correct، طبعا نقرا ونصحح ال underlined words. يقول مستر خالد visited his daughter 3 days. طبعا مش هينفع اقول 3 days هنا ايه بقى؟ tomorrow. قال لك امال تقول ايه 3 days ago؟ 3 days ايه؟ ago. ف question number 2 بيقول لي where does the match start؟ قال لي at 5 o'clock. طب ازاي هنا at 5 o'clock هنا ساعة، وتسأل هنا بوير للوقت للمكان، يبقى لازم تسأل هنا بالوقت اللي هو ايه؟ when. يبقى when does the match start؟
بعد كده نمبر 3 بيقول لي I have a haircut 2 weeks ago. طب ازاي هنا 2 weeks ago ونحط هنا have؟ قال لك لا طبعا لازم تحطها في الباست اللي هي ايه had. يبقى I had a haircut 2 weeks ago. السؤال بعد كده بيقول لي did you go to the zoo؟ قال له no I can't. ازاي هنا سالب did هنا وتقول له no I can't؟ لازم يكون الاجابه هنا ايه no I didn't زي ما هو ايه سالب بالظبط. اوكي ده بالنسبه للجرامر بتاع يونت 7 اللي هو بيتكلم على الباست سيمبل. الجزء اللي بعد كده هو طبعا الجرامر بتاع يونت 8، والجرامر بتاع يونت 8 برضه بيتكلم على الcomparative and superlative adjectives. طيب في الadjectives هنا اللي هي الصفات، قال لك طبعا هنا ايه الصفة هنا تيجي قبل ايه الاسم الموصوف، زي لما اقول I live in a big city يعني هو بيعيش في مدينة هنا، بس المدينة دي هتكون ايه big كبيرة. لما اقول لك my city is big يعني ايه هنا مدينتي بتكون كبيرة جدا، يعني برضو هي بتيجي بعد verb to be. طب لو انت كده ركزت معايا هنا في الجرامر ده هتلاقي ان احنا خدناه في المستوى الرفيع اللي هو طبعا هنا، من طول ما هنا انا عندي فيه صفات قصيرة وصفات طويلة. صفات طويلة قصيرة زي من كده زي طول، اوكي، وزي ايه تاني زي هنا شورت برضو. قال لك تعمل ايه للصفة؟ تحط لها هنا طبعا هي ار وبعديها مين هنا زان، يبقى طولر زان. طب لو هنا برضو شورت تبقى شورتر، تبقى شورت اهو. قال لك لما تيجي تعمل مقارنة بين اتنين تقول ايه شورتر زان، شورتر ايه زان. دي كل الصفات ايه القصيرة. اوكي في بعض الصفات زي كده ايزي تنتهي بواي، اوكي، ويسبقها طبعا ايه حرف كده ايه ساكن. فقال لك تعمل ايه لازم تحذف الحرف الأخير وتضيف اي اي، يبقى هنا ايه اي ار، يبقى easier than. دي بالنسبة للصفات القصيرة. في بعض الصفات تنتهي بحرف ساكن ويسبقها متحرك زي big، قالك لازم تضاعف الحرف الأخير وتحط اي ار زي bigger than، bigger ايه than. نوع الصفات بينقسم الى صفات قصيره لما تقعد تقارن بين حاجتين فبتضيف لها اي ار وبعديها زين، وفي حاجه اسمها سوبرليتيف. سوبرليتيف اللي هي صيغه سوبر ليتيف اللي هو ايه صيغه التفضيل، صيغه ايه التفضيل. زي كده هنا طول، قال لك لما تيجي تعمل سوبرليتيف تقول ذا تولست، زي ايه تولست اللي هي ايه الاطول. اوكي طيب وهنا شورت تقول ذا شورتست، يبقى انت كله بتعمل ايه هنا بتضيف ايه اس تل الصفه ومعاها مين ذا. وهنا برضو نفس النظام ايزي تقول ايه هنا ذا ايزيست، ذا ايزيست يعني برضو ضفت هنا اي اس تي. وهنا برضو بيجر، طيب هنا بيج هتقول ذا بيجست، ذا ايه بيجست. اوكي ده بالنسبة لصيغة ايه التفضيل. لما تيجي هنا بقى تعمل جملة مثلا تقول فيها مثلا the giraffe اهي is taller than the مثلا lion اهو، يبقى الزرافة اطول من ايه من lion. لما تيجي تعملها تفضيل فتقول the giraffe is the tallest، is the tallest animal يعني هي الأطول، ودي ما فيش فيها ايه زيها تاني، فهنا كده عملناها صيغة separate. النوع التاني من الصفات طبعا بيكون حاجة اسمها صفات طويلة، انك تحط قدامها more اوكي، وبعد كده بتحط الصفة زي مثلا interesting اوكي، وبعدها مين زان، بعدها مين زان يا. ده بالنسبة لإيه للصفات الطويلة، صفاتي الطويلة.
زي صفات تقولها تاني زي كده، زي مثلا expensive expensive، زي هنا beautiful يعني جميل، زي ايه تاني كده صفات طويلة كده، زي relaxing relaxing. اوكي دي كلها ايه صفات طويلة، تحط قبلها مور وبعدها زين. طيب لو انا دلوقتي هنا ده لما يكون اقصر، لو هو اقل بنحط قبلها ايه less وبعدها برضو ايه زين. بعض الصفات هنا لما تيجي دي الطويلة في صيغة التفضيل قال لك بنحط قبليها ذا وبعدين هنا most، وبعد كده احط الصفة الطويلة زي ما هي، او the most مثلا ايه beautiful the most expensive. اوكي يس. ولو هي اقل هنا فبحط بدل the most بحط the least، زي ايه least اللي هو ايه الاقل، اهو احط الصفة الطويلة زي ما هي. اوكي ده بالنسبة لي الصفات في صيغة المقالة. تعال نشوف مع بعضنا كده حل هنا في السؤال هنا ده كده، بيقول لي choose your Ibrahim is then retouch. طب المستر علمك ان لما تلاقي زين هنا لازم تروح على طول بسرعة تجيب لك ايه الصفة اللي فيها اي ار، يبقى is taller than is taller ايه than. Alexandria is a beautiful city in Egypt. خد بالك ان beautiful هنا يعني جميل، ودي صفة طويلة فبتحط هنا مع ذا اللي هي ايه the most، ذا ايه most الكلام ده لسه قايلين اهو، the most expensive the most interesting the most beautiful the most relaxing. اوكي بعد كده هنا بيقول لي English is than Arabic، هو عايز هنا طبعا هنا في صفة طويلة اهو. اوكي difficult، فايه اللي بيجي مع زين هنا more، يبقى هنا English is more difficult than إيه Arabic. السؤال بعد كده هنا بيقول لي تامر has got orange juice in class. اوكي طبعا has got هنا إيه؟ ايه ولا ينفع list لان لازم يجي معاها زين، ولا ينفع list لازم يجي معاها زين، يبقى هنا نقول ايه has got هنا ايه yes إيه. هناخد هنا طبعا the least، the least الأقل يعني مع أقل أورنج جوس فين في الفصل. أوكي بعد كده هنا بيقول لي read and complete أهو and correct sorry، بيقول لي the traffic is most crowded today then. طب أنت عندك هنا زين أهو. أوكي زين هنا ما بيجيش معاه خالص most، يجي معاه مين more، يبقى هنا إيه the traffic is more crowded today than yesterday، يبقى هنا إيه more. أوكي يقول لي the blue car is more modern of all. طب هنا مع ازاي هنا ما يجيش خالص more، يجي مع مين most، يبقى نقول ايه is the most ازاي most. بعد كده هنا في number 3 بيقول لي the bag was the cheapest than the desk، ازاي هنا زين وتحط est لازم تبقى er، يبقى cheaper cheaper than يعني ارخص من، ارخص ايه من. السؤال اللي بعد كده هنا بيقول لي منى is more beautiful than سلمى، طبعا هنا احنا صيغة المقارنة من الزن خالص هي بتبقى ايه زان، بتبقى ايه زان. ده بالنسبة للجرامر بتاع يونت 8. الجرامر اللي بعد كده طبعا هو بتاع يونت 9، ناخد بالنا كده اهو يونت 9 اهو، قال لي قاعدة بي going to plus mean infinitive للتعبير طبعا عن future plans خطط مستقبلية. الكلام ده مش جديد عليا لان انا خدته طبعا في المنهج التاني اللي هو am with و are plus going to plus ايه الانفينيتيف، لو انا هحطها طبعا فين في جملة. لو هتسأل هنا طبعا سؤال بكلمة استفهام بتحط كلمة استفهام بعد كده am is are بعد كده الفاعل اهو بعد كده going to plus mean infinitive. ولو هتسأل سؤال طبعا بهل لازم تحط الأول am is are وبعد كده السبجكت الفعل وبعد كده going to plus infinitive. اوكي والجزء اللي بعد كده هو طبعا حاجة اسمها الreflexive pronouns اللي هي الضمائر المنعكسة، ودي خدناها طبعا الكلام ده قبل كده، اللي هو الضمير المنعكس من I تبقى myself يعني بنفسي، he تبقى himself بنفسه، she تبقى herself بنفسها، it itself
يعني هو طبعا او هي لغير العاقل بنفسهم. يو تبقى يور سيلف لو هي مفرد تبقى بنفسك، ولو هي جمع تبقى يور سيلفز يعني بانفسكم، ولو وي تبقى طبعا اور سيلفز، وزي تبقى زيم سيلفز. لما اقول سوها بينت ذا بيكتشر، طبعا عشان هنا سوها اهو، يبقى هنا الضمير المنعكس مين؟ هير سيلف. لما اقول nobody helped me I did it myself، عشان هنا طبعا I، يبقى هنا الضمير المنعكس بتاعها ايه؟ myself. تعال نشوف مع بعضنا كده ال تشوز على الكلام اللي احنا قلناه ده دلوقتي. يقول لي أكرم is going Cairo tomorrow. طبعا هنا going to لسه ناقصة هي to plus infinitive، فبقول going to visit. going to ايه؟ visit. فنمبر 2 بيقول لي be careful you are going to cut. هنا عشان يو هنا طبعا، يبقى هنا لازم تجيب طبعا الضمير المنعكس هنا ايه؟ yourself. يبقى you are going to cut yourself. questions اللي بعد كده بيقول لي the queen welcomed us. طبعا الكوين هنا الملكة، طبعا هنا تبقى herself. هير ايه؟ self. فنمبر 4 بيقول لي tomorrow they are to send the email to us. طبعا هنا القاعدة هنا they are going to، they are ايه؟ going to. يبقى ناقصنا هنا ايه؟ going. الجزء اللي بعد كده هنا read and correct the underlying words. هنا نمبر 1 بيقول لي the dog can see. طبعا هنا الدوج هنا غير عاقل، فبتحط هنا itself. it ايه؟ self اهو. يبقى the dog can see itself in water. فنمبر 2 بيقول لي when are you to visit the zoo. يبقى هنا طبعا هنا are you going، are you ايه؟ going اهو. فنمبر 3 بيقول لي she can ride her bike. طبعا عشان هنا she لازم يكون ضمير منعكس هنا herself. here ايه؟ self. question number 4 بيقول لي لما is going to visiting. هنا غلط طبعا، wrong. لازم نقول is going to ايه؟ visit اهو، visit اللي هو ال infinitive. ده بالنسبة للجرامر بتاع unit 9. الجزء اللي بعد كده طبعا بتاع الجرامر بتاع unit 10 اهو، بيتكلم على اللي هي is و are made of، وده مصنوع من ال verb to be، بيجي الأول am is are، بعد كده made of مصنوع من، ويجي طبعا الماتيريال اللي هو اتصنعت منها. زي لما أقول the chair is made of wood، يعني الكرسي بيكون مصنع من ايه؟ من الخشب. بقى أو the cushions are made of cotton. طبعا هنا الستاير مصنوعة من القطن، أو الوسيدات، سوري الوسيدات اللي هي بينام عليها مصنوعة من ايه؟ من القطن أو المخدات. لو هتيجي تسأل سؤال طبعا بتقول what is، وتجيب الحاجة هنا what is the bag made of، يعني مصنعة من. بعد كده الجزء اللي معانا هنا اللي هو using will and won't for future predictions، اللي هو طبعا التنبؤات للمستقبل. الكلام ده خدناه طبعا في المستوى الرفيع هنا، والقاعدة بتاعتنا هنا بنستخدم will للتنبؤ عما سيحدث في المستقبل، ولكن بدون أي دليل خالص. زي لما أقول I will be late for school because I missed the bus. I missed the ايه؟ bus. هتأخر عن المدرسة لأن أنا فاتني الأتوبيس. أوكي، تستخدم want هنا عند التنبؤ بما لن يحدث في المستقبل. زي ما أقول I think we won't live on the moon. أعتقد إن إحنا مش هنعيش على القمر. طبعا أي قاعدة هنا بيكون فيها formation، التكوين بتاعها اللي هو لما تكون جملة مثبتة بنقول will plus infinitive، ولو هي منفية بنقول want plus infinitive. كل الضمائر هنا بتاخد will و want. زي لما أقول my son will be 7 next year، أو لما أقول electric cars won't use petrol in the future. وأي قاعدة هنا بيكون فيها طبعا صيغة استفهام أهو interrogative، ودي طبعا بيكون سؤال أول حاجة، يا إما أسئلة هل بتحط will، وبعد كده السبجكت أهو الفاعل، وبعد كده الانفينيتيف اللي هو الفعل فين؟ في المصدر. وده كده بحال زي لما أقول will we have small electric cars in the future، يعني هيكون عندنا سيارات بالكهرباء في المستقبل. بتكون الإجابة yes ونعمل عملية المقص، نقول yes we will أو no we won't. طب لو تسأل سؤال بكلمة استفهام، قالك تحط كلمة الاستفهام الأول question word، وبعديها طبعا بتحط will،
وبعديها بتحط السبجكت اللي هو الفعل، وبعديها بتحط الانفينيتيف اللي هو الفعل فين؟ في المصدر. زي لما اقول لك وير ويل يو جو از ذا ويكند، يعني هتروح فين في الويكند العطلة دي؟ قال لك هتعمل ايه؟ قال لك تو ذا فان فير، الى ايه؟ الفان فير. يبقى طبعا القاعدة بتاعتنا هنا اهو زي ما علمتك اهو، تحط السبجكت اهو بلس مين؟ بلس ويل او وونت بلس انفينيتيف اللي هو الفعل فين؟ في المصدر. طب لو هتسأل سؤال قال لك تحط ويل الاول بلس السبجكت بلس ايه؟ اوكي السبجكت بلس مين هنا؟ الانفينيتيف، وتقفل ايه السؤال. طب لو تسأل سؤال بكلمة استفهام قال لك تحط كويشن وورد اهو بلس هنا ويل بلس السبجكت بلس الانفينيتيف اللي هو الفعل فين؟ في المصدر. اوكي ده بالنسبة لمين؟ للسؤال بكلمة استفهام. تعال نشوف مع بعضنا كده اللي تشوز اهو. اول سؤال بيقول لك تشيرز ميد اوف وود، طبعا احنا قلنا طبعا تشيرز هنا جمع، فهنحط طبعا بعدها مين هنا؟ ار، يبقى تشيرز ار ميد اوف وود. السؤال اللي بعد كده هنا بيقول لي there be electric cars in the future، اوكي طبعا عشان هنا in the future فبنحط هنا مين؟ well، يبقى there well، there ايه؟ well. السؤال بعد كده بيقول لك what's your shirt made، طبعا هنا made طبعا خدناها made of، made of يعني مصنوع من. بعد كده بيقول لي the door are made of wood، طبعا ازاي هنا the door مفرد وياخد ار، طبعا هنا الاجابه هنا is، يبقى the door is made of. في نمبر 2 هنا بيقول له I think it will rain، طبعا احنا هنا خدنا القاعده بتاعتنا بعد will ما بيجيش غير الانفينيتيف، عشان كده هنا نقول رين نوت رينز. في نمبر 3 بيقول له I think she won't had a mobile، طبعا هنا ما ينفعش نقول want had، لازم want يجي بعدها الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر هنا، فهتبقى have not had. في question number 4 بيقول له what are the shirts make of، طبعا مش هتنفع هنا make of، فهتبقى ايه؟ made of. made ايه؟ of. ده بالنسبة للجرامر بتاع يونت 10. طبعا الجرامر بتاع يونت 11 بيتكلم على قاعدة زيرو كونديشنال، يعني طبعا حالة اف اللي هي ايه؟ الزيرو. طبعا الكلام ده كله خدناه فين؟ في المنهج بتاع opportunity اهي، ودي الحالة الصفرية. قال لك الحالة دي طبعا talk about facts، يعني بتتكلم عن ايه؟ حقائق. احنا بنستخدم طبعا اف او when، هما الاتنين واحد، وبنجيب بعديهم طبعا ايه؟ ال present simple، وبعد كده برضو بيكون ال present simple اهو، الحدثين اهو، مضارع بسيط ومضارع ايه؟ بسيط. برضو احنا عندنا مشاكل، في ناس بيبقى عندها مشاكل كده في حتة ال present simple هنا. خلي بالك ان هنا عندنا مع الضمائر اللي هي ايه؟ اي ووي ويو وزي، بيكون طبعا الفعل فين؟ في الانفينيتيف. يعني هنا عندنا كده اي طبعا هنا الضمير اي بيكون الفعل فين؟ في المصدر. اوكي ومع مين تاني؟ مع وي او يو او زي، كل الضمائر دي بنحط الفعل فين؟ في الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف؟ يعني احنا هنا ممكن نقول جو او نقول مثلا بلاي، اوكي كلها دي افعال ايه؟ انفينيتيف. لكن طبعا مع هي وشي وات لازم نحط اس، لازم نحط ايه؟ اس. لكن هنا كده مع هي وشي وات قال لك نحط ايه؟ اس، نحط ايه؟ اس. قاعدة اف طبعا او ان هنا ممكن نحطهم في النص، ما فيش اي مشاكل. اوكي اهو، بس بنجيب برضو بعديهم present simple وقبليهم present simple.
طيب زي لما اقول كده if او when I don't know a word، يعني انا مش عارف اي كلمة، I use my dictionary، يعني هستخدم ايه الدكشنري بتاعي. او لما اقول the game starts if او when you touch the screen، طبعا هنا اهو starts present simple، وادي touch هنا برضو present simple في الانفينيت فاو. في حالة صيغة الاستفهام طبعا ب if انت بتحط do والفاعل، وطبعا الفعل فين في المصدر، يبقى do you feel ill if or when you eat too quickly، أو what do you feel تشعر ب if or when you eat too quickly، أو what happens if or when you eat too quickly. ده بالنسبة للاستفهام. الدرس اللي بعد كده عندنا حاجة اسمها must و mustn't، ودول بيجي بعدهم الانفينيتيف اللي هو الفعل فين في المصدر، ودول بيعبروا عن حاجة اسمها الإلزام والضرورة اللي هي ايه necessity. زي لما أقول we must save our planet، يعني يجب أن ننقذ ايه الكوكب بتاعنا. أو لما نقول we mustn't throw rubbish into the ocean، يعني ما نرميش القمامة فين في الأوشن المحيط. أوكي، وبعد كده قال لك ممكن نستخدم should أو shouldn't for advice للنصيحة. زي لما أقول ايه كده هنا الاتنين برضو بيجي بعدهم الانفينيتيف اللي هو الفعل فين في المصدر. زي لما اقول لك you should study hard، انت لازم تذاكر ايه بجد، فدي طبعا advice. او you shouldn't waste your time، يعني ما تهدرش او ما تضيعش الوقت ايه بتاعك. في حالة طبعا صيغة الاستفهام بيس ونو بنحط should الاول، وبعد كده بنحط بعد كده السبجكت اللي هو الفعل، وبعد كده بنحط الانفينيتيف الفعل فين في المصدر. زي لما اقول should I take a 10 minute break، يعني هل ممكن اخد 10 دقايق break، تقول له هنا طبعا يس، وتعمل عملية كروس لاي تتحول الى يو، وننزل هنا بمين بشد، ولو نو هنا نحط نو يو شودنت. في حالة لو انت هتسأل طبعا كلمة بكويشن وورد كلمة استفهام، بتحط الكلمة الأول وبعد كده شد أو شودنت، وبعد كده السبجكت اللي هو الفاعل، وبعد كده الانفينيتيف اللي هو الفعل فين في المصدر. زي لما أقول وات شود أي دو تو ليرن نيو فوكابلري. تعال نشوف مع بعضنا كده الـ questions اللي بعد كده، هو اللي choose number one بيقول if you boil، خد بالك هنا boil اهو the present simple infinitive اهو مع you، water it turns steam، طبعا هنا احنا قلنا مع it لازم نحط الفعل اللي فيه s، يبقى it turns into steam، يتحول الى بخار ايه ما. ولو احنا ركزنا في الجملة دي هنلاقيها facts طبعا كلها حقائق علمية. فنمبر 2 بيقول له you make noise in hospitals، طبعا هنا ما نعملش اي ضوضاء فين في المستشفيات، طبعا هنا mustn't make، mustn't make لان ده الزام وضرورة. فنمبر 3 بيقول له we help old people، طبعا هنا نصيحة، فبيقول لك should help، يجب ان نساعد كل الناس اللي هم ايه كبار في السن. السؤال بعد كده هنا نمبر 4 بيقول لي I something to drink when I am thirsty، طبعا هنا لازم تحط الانفينيتيف هنا اي بتاخد هاف او، يبقى اي هاف سمثينج تو درينك. السؤال بقى كده هنا بيقول لي ذا جراوند بيكيم ويت اف ات رينز، طبعا هنا ذا جراوند الارض هنا لازم يجي بعدها بريزنت سيمبل، يبقى بيكمز، يبقى هنا ايه بيكمز، يبقى ذا جراوند بيكمز ويت اف ات رينز. كويشنز اللي بعد كده هنا بيقول لي وات شود يو، طبعا احنا قلنا هنا لازم يجي الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر، يبقى what should you do if it cold، if it is cold. question زي بعد كده بيقول لي you mustn't be quiet in the library، طبعا هنا ما ينفعش ان انت ما تبقاش quiet، لازم هنا ايه تبقى مش mustn't تبقى be must. بعد كده بيقول لي pupils must study their lessons، احنا قلنا طبعا must و mustn't لازم يجي بعدهم الفعل فين في الانفينيتيف، هتبقى study، study يعني يذاكر. الجزء اللي بعد كده انا طبعا هو الجرامر بتاع يونت 12، يونت كام 12، يونت 12 بيتكلم على حاجة اسمها relative pronouns، pronouns طبعا هنا الكلام ده خدناه كله فين في المنهج التاني وشرحناه. واول حاجة عندنا هنا البرونون هنا اهو، لما يكون طبعا ضمير الفاعل عاقل احنا بنستخدم هو، زي لما قلت the teacher is a person he teaches students، طبعا هنا عشان التيتشر هنا ايه عاقل فبنستخدم هو، بنستخدم هو كضمير وصل ونربط بيه الجملة، زي لما قلت the teacher is a person who teaches students.
How will a mole businessman is someone who works in an office. بعد كده عندنا طبعا هنا بيتكلم على حاجة اسمها question tag اللي هو السؤال المزيل. طبعا هنا بيقول لك ان السؤال المزيل ده عبارة عن سؤال في نهاية الجملة، معناه طبعا ليس كذلك. لو انا عندي الجملة فيها كل ال auxiliary verb اللي هي الافعال المساعدة اللي هي is، هتبقى is انت نجيبها من فيها في اخر الجملة وبعد كده نحط الفعل، ولو هي are تبقى aren't، ولو هي have تبقى haven't، has تبقى hasn't، do تبقى don't، does تبقى doesn't، كل الافعال المساعدة بتاعتنا اوكي. لكن لو كان عندي انا الجملة طبعا فيها فعل زي speak او speaks، طبعا انا بحط doesn't واحط الفعل doesn't she، زي لما اقول منى speaks English doesn't she. هي has a black car، عنده عربية ايه سمرة طبعا او سودة. هنا طبعا عشان كان الفعل هذا نحط برضو doesn't he. السؤال بقى كده بيقول لك she never play tennis، هي عمرها ما بتلعب تنس. طبعا عشان عند الفعل play هو لازم اجيب هنا ايه does. طبعا جبتها does هنا مثبتة ليه؟ عشان خاطر هنا never. لكن لو كانت الجملة طبعا في صيغة الماضي هنا زي هل روت، الفعل هنا روت اهو ماضي، لازم نجيب هنا لايه الكويشن تاج didn't she، didn't she. لو كان هنا طبعا has written اهو تبقى hasn't he. خد بالك ان كل الافعال لو هي الجملة فيها افعال مساعدة زي is بتحطها هنا منفية isn't she اهو اوكي. لو كانت هنا زي aren't، لو كانت منفية لازم تجيبها مثبتة are they. ده بالنسبة للكوشن ايه تاج. الجزء اللي بعد كده هنا طبعا قاعدة ايه في الحالة الأولى، وبحط هنا present simple اللي هو ده المضارع البسيط، وهنا will أو want plus infinitive، والكلام ده خدناه كله فين؟ في منهج opportunity. زي لما أقول هنا if add the studies at the present simple أهو، لو هيذاكر بجد he will pass the test، طبعا ده will plus infinitive. أو زي لما أقول هنا if it is windy، ادي is هنا ال present simple، tomorrow they want to go at want plus mean infinitive، طبعا مش هيروح to the beach. او you want to pass the exam، انت مش هتروح على مش هتروح الامتحان، ادي want plus infinitive. if you don't study hard، لو انت مش هتذاكر بايه بجد. بالنسبة للإكسرسايز تعال نشوف مع بعضنا كده التمرينات على الجرامر. بيقول لي a doctor is a person looks after sick people، طبعا هنا بنتكلم على الدكتور شخص عاقل، فلازم نربط هنا بمين؟ بهو، نربط بمين؟ بهو. بعد كده هنا بيقول لي if you your lesson well you will get high marks، طبعا هنا you لازم يجي بعدها الانفينيتيف او study، يبقى هنا will plus mean infinitive. question the number 3 بيقول لي Ali has a car he، طبعا عندك has اهو اوكي، لازم هنا تجيبها ايه بقى doesn't he، doesn't he. في number 4 بيقول لي Miss Hala thanked all the teachers، خد بالك هنا من thanked past simple اهو، لازم تروح تجيبها هنا ايه didn't plus اللي هو الفعل، يبقى didn't she، didn't she. كريشن زي بعد كده بيقول مستر خالد ذا بيرسون وير تيتشز اس سوشيال ستادز، طبعا هنا مش هينفع نقول وير، هنا المفروض انت هنا هتستخدم هو. فنمبر 2 بيقول له جودي ويل فيزيت بيرمس تومورو ويل شي، طبعا هنا مش هتنفع ويل، لازم تبقى وونت عشان خاطر هي مثبتة في الأول، يبقى وونت وايه وونت جس. بعد كده بيقول لسلمى عند السما are twins don't they، طبعا انا هنا ما عنديش هنا don't، ما ينفعش استخدم don't لان هنا عند ال auxiliary verb are هنا، يبقى نحطها هنا كايه aren't they، aren't they yes او aren't they. question زي بقى كده بيقول لي what will happens if you run fast، بعد will لازم يجي الانفينيتيف على طول، ما ينفعش نقول happens نقول ايه happen. ده بالنسبة ليه للجزء ده. تعال نشوف بعد كده الخطوة اللي بعد كده هنناقش يونت زي يونت 7 برضه، هنقول اهو الفوكاب بتاعها وبعد كده نحل الاكسرسايزز عليها اوكي، عشان نقدر نلم المنهج كله طبعا في فيديو ونخلصه.
عندنا أول حاجة طبعا سبورتس سنترز، هير كات، كانتين، نيرفز، ريلي، أكواريوم، بولينج ألي، فوتبول ستاديو، فان فير، بلانتيريوم، كلاسيكال، جاز يعني موسيقى الجاز، أوبرا، بوب هنا موسيقى البوب، روك هنا موسيقى الروك، تراديشن التقليدي، ألون، كوكوناتس هنا اللي هو جوز الهند، سيلور بحار، سينج يغرق أو يغوص للأشياء، تيربل هنا يعني فظيع ومزعج، نيربي يعني قريب أو مجاور، جانجل هنا يعني غابة، كيف يعني كهف، ميوزيم يعني متحف، اكسبيشن يعني معرض. بعد ما خلصنا طبعا قراية الكلمات هنا الفوكاب، تعال نحل مع بعضنا كده exercises. يلو we decided to play basketball at the sports، طبعا هنا sports ايه؟ sports center. في نمبر 2 بيقول لي هنا we had lunch together in the school، طبعا السكول ايه؟ canteen. في نمبر 3 بيقول لي هنا yesterday I went to my new school، I was quiet because it was my first day. طبعا هنا هيقول I was quite nervous لأن ده كان طبعا اليوم الأول لي في المدرسة. Question number 4 بيقول لي let's go on the big wheel at this weekend. طبعا البيج ويل اللي هي العجلة الكبيرة والدوارة دي بتكون في الفان فير اللي هي ايه الملاهي. في نمبر 5 هنا بيقول لي it was great at the Egypt 1-2. طبعا هنا كان يوم عظيم جدا فين؟ في الاستاديوم، لأن الماتش بيتلعب فين؟ في الاستاديوم. في نمبر 6 بيقول my grandfather was a and visited countries all over the world، طبعا هو زار كل الدول في جميع أنحاء العالم، يبقى شخص سيلور، سيلور هو البحار. في نمبر 7 بيقول when you put a stone in water، لما تحط طبعا حجر في المية ماله؟ it sinks، يعني sinks هنا يعني يغوص للأشياء. في نمبر 8 بيقول I didn't like this story I thought it was really، طبعا هو ما حبش القصة دي، هو طبعا بيعتقد ان هي ايه مالها هنا terrible، اعتقد ان هي ايه terrible. في نمبر 9 بيقول people first played the music a long time ago، عشان كلمة long time ago طبعا ما كانش فيه غير الموسيقى اللي هي ايه هنا التراديشنال، الموسيقى التقليدية. في نمبر 10 بيقول لي is very loud music، ايه هي الموسيقى اللاود هنا اللي هي موسيقى ايه البوب. خلصنا الجزء ده طبعا، تعال نشوف الجزء بتاع unit 8، نقرا مع بعضنا كده الفوكاب. farther يعني ابعد، suspension bridge اللي هو كوبري المعلى، sunset غروب الشمس، كولوم، كولوم هنا يعني عمود، سيتي يعني مدينة كبيرة، تاور يعني برج، تانل يعني نفق، كراودد يعني مزدحم، امبتي يعني فارغ، لو منخفض، نارو يعني ضيق، نويزي يعني ضوضاء، وايد هنا يعني متسع، بيوتيفول يعني جميل، تريجرز هنا يعني كنوز، فاليبل هنا يعني ذو قيمة، جايد بوك هنا اللي هو كتاب إرشادي، بوبيوليشن اللي هو التعداد السكاني، فيو هنا يعني منظر طبيعي، سنشر اللي هو القرن، انترنس هنا يعني مدخل، ديب يعني عميق، اميزنج مدهش، اتشيفمنت اللي هو الانجاز. لو تابعنا مع بعض طبعا الفيديو ده هنقدر نلم كل الانفورميشن على المنهج بطريقة سهلة جدا، بحيث ان اي جملة تجينا نقدر نحلها جرامر او نحل تشوز. يبقى احنا كده لمينا المنهج كله. beautiful هنا جميل، طبعا الاوبوزيت منها ugly قبيح، expensive هنا يعني غالي الثمن، طبعا الاوبوزيت منها cheap يعني رخيص، high هنا يعني مرتفع، الاوبوزيت منها هنا low يعني منخفض، modern حديث، الاوبوزيت منها هنا old يعني قديم، quiet هنا يعني هادي، الاوبوزيت منها هنا noisy ضوضاء او صاخب، safe امن dangerous خطير، طول يعني طويل، هنا short قصير، full يعني مملوء، empty فارغ. نشوف مع بعضنا كده الجزء بتاع الاكسرسايز. نمبر 1 بيقول لي تحيا مصر جوز اوفر ذا ناين ان كايرو، طبعا ده كوبري تحيا مصر فبنقول تحيا مصر بريدج. فنمبر 2 بيقول لي كايرو از ذا تولست بيلدينج ان ايجيبت، هو اطول مبنى في مصر، طبعا كايرو تاور اللي هو برج القاهره. الكويشن نمبر 3 بيقول لي ذا تشانلز جوز اندر ذا سي بتوين انجلاند اند فرانس، دي قناه
بتمشي تحت البحر فين؟ بتربط انجلند وفرنسا، طبعا اسمها تشانل تانل اللي هو النفع يعني. في نمبر 4 بيقول وي نيد تو باي سام ووتر، ذيس بوتل از، احنا محتاجين نشتري ميه لان البوتل دي امبتي. امبتي هنا يعني ايه؟ فارغه. كويشن نمبر 5 بيقول لي only people and bikes can go down that road because it's very، هو بيقول لك الناس بس والدراجات اللي تمشي في الشارع ده، لان هو طبعا نارو، كلمه نارو هنا يعني ايه؟ ضيق. في نمبر 6 بيقول the market is always very busy at this time don't go now or it will be very، يعني عايز يقول له روح اما دلوقتي هيبقى ايه؟ مزدحم، يبقى very crowded. crowded هنا يعني ايه؟ مزدحم. في نمبر 7 بيقول له we can't swim across the river here because it's very، طبعا هنا مش هيقدر يعبر النهر هنا لان المنطقة دي اسمها وايد. وايد هنا يعني ايه؟ متسعة يعني. في نمبر 8 بيقول له we want to swim in the river but how is it، هنا عايز يسبح في النهر لكن هو بيسأل على العمق، يبقى هنا هيقول لك how deep is it. نمبر 9 بيقول له the hotel looks very nice but how is it، طبعا هنا بيسأل على الفندق، هو الفندق جميل بس كم سعر الليلة هنا؟ يبقى how much how much. في نمبر 10 بيقول لي is the time when the sun disappears from the sky، لما الشمس تختفي من السماء، at the end of the day في آخر النهار، طبعا بيقول على sunset اللي هو ايه؟ الغروب. بعد كده عندنا هنا unit 9، تعال نشوف مع بعضينا كده diving اللي هي رياضة الغطس، kayaking هنا تجديب الزورق، mountain biking اللي هي ركوب الدراجات اللي هي يركب الدراجات في الجبل، روك كلايمينج اللي هو هنا ايه؟ الروك كلايمينج اللي هو رياضة تسلق الصخور، سنو الجليد او الثلج، سنوي ثلجي، ستورم عاصف، ستورم عاصفة. بعد كده هنا تريكينج، تريكينج هنا رحلة طويلة طبعا شاقة غالبا ما تكون سيرا على الأقدام. بعد كده هنا ويند سورفينج اللي هو التزلج على الماء، زيب لايننج اللي هو انزلاق بالحبل، تنت يعني خيمة، رين يعني مطر، ريني ممطر، صن مشمس، صني كلاود هنا يعني سحابة، كلاودي يعني ملبد بالسحب، ويند يعني رياح، ويندي عاصف بالرياح، فج فج هنا يعني ضباب، فجي يعني مغطى بالضباب، تشالنج هنا يعني تحدي، ريلوي لاين هنا خط السكة الحديد، سيلينج يعني الأبحار، ادفنشر هنا مغامرة، جايد يعني مرشد سياحي، جورني يعني رحلة طويلة، بلين يعني طائرة، شيب يعني سفينة، ترين يعني قطار، فرايتند يعني خائف. بيقول هنا we can't go today because there is no wind، طبعا هنا مش هيقدر يروح الرحلة دي لأن بيقول لك إن الجو هنا no wind مفيش رياح، طبعا اللي هي wind surfing. كريشن نمبر 2 بيقول لي all you need to go is a boat، كل اللي انت محتاجه عشان تروح السيلينج اللي هو البحار محتاج بوت مركب. نمبر 3 بيقول لي I love because I'm good at swimming under the water، الرياضة طبعا اللي بتكون تحت المية هي هنا ايه؟ الدايفنج اللي هو الغطس. في كريشن نمبر 4 بيقول لي when you go you start really high but you finish on the ground، دي طبعا رياضتي هنا اللي هي الزيب لايننج، زيب لايننج. في كويشن نمبر 5 بيقول لي we sometimes go for 2 days or more across the desert، طبعا دي رياضة هي عبر الصحراء، وقلنا عليها التريكنج اللي هو الترحال يعني او المشي. في كويشن نمبر 6 we want to have a to show us the market because they know the best places to shop، وطبعا هنا محتاجين ايه هنا؟ جايد، جايد يعني ايه؟ مرشد. في كويشن نمبر 7 I love walking، طبعا هنا I love waking up يعني stakes in a and hearing the birds sing when I can، طبعا هنا ايه؟ تنت، تنت هنا خيمة لأن هي اللي مكتوبة موجودة طبعا في الكامب اللي هو المعسكرات. They took 2 days to cross the desert it was difficult، طبعا هنا ايه؟ في الصحراء، طبعا هنا يبقى جيرني يعني رحلة، رحلة طويلة. I'm going to go trekking across Sina،
is going to be a pig. هتكون طبعا رحلة ايه هنا، مغامرة يعني adventure. في نمبر 10 بيقول له on his way down Tamer over and hurt himself، يعني عايز يقول ان هو في الرحلة بتاعته او في طريقه وقع وتعور، يعني يبقى فيل هنا يعني ايه وقع. وصلنا للفوكاب بتاع يونت 10، كودون. كودون هنا يعني قطن، جلاس زجاج، ليزر جلد، ميتال هنا معدن، بلاستيك، ستون هنا حجر، وود خشب، وول صوف، بريكس الطوب، روف سطح، اوفن، اوفن هنا فرن، تاب حنفية، درايفلس كار يعني سيارة بدون سائق، ساين علامة أو إشارة، إلكتريسيتي اللي هي الكهرباء، درون ودي بتكون الطيارة بدون طيار، إلكتريك كار يعني سيارة كهربائية، روبوت يعني إنسان آلي، سولار بانلز ألواح شمسية، ويند توربينز اللي هي توربينات الرياح، كول يعني لطيف، إرث كويك يعني زلزال، سبيس يعني فضاء، سيركل هنا يعني دائرة، ريكتانجل يعني مستطيل، راوند يعني دائري، تريانجل هنا يعني مثلث، تريانجلر مثلث الشكل، إيماجينيشن يعني خيال. الاكسرسايز اللي معانا هنا على اليونت يعني 10 بيقول اكار دور از ميد اوف، طب هو ده هنا اللي هو الباب بتاع السيارة مصنوع من ايه؟ مصنوع من الميتال، ميتال يعني معدن. في الجملة اللي بعديها بقى بيتكلم على الكار ويندوز اللي هو الشبابيك، طبعا بتكون ميد اوف ايه؟ ميد اوف جلاس اللي هو الزجاج. بعد كده هنا بيقول لي expensive car seats are made of، طب هنا seats يعني سيتس هنا يعني مقاعد، مقاعد السيارة مصنوعة من ايه هنا؟ مصنوعة من الليزر، ليزر اللي هو ايه؟ الجلد، ليزر. نمبر 4 بيقول لي it was hot outside but it was nice and in my bedroom، هو عايز يقول ان الجو حر في الخارج لكن في الحجرة بتاعته ايه هنا؟ cool، cool يعني لطيف. في نمبر 5 بيقول لي my mother wants to buy a new sofa but I don't think we have for it in our living room، هو عايز يقول طبعا هنا ان ايه مامته عايزة تشتري صوفة كنبة لكن هو بيعتقد ان ملهاش اي مساحة في الليفينج روم يبقى سبيس. نمبر 6 بيقول لي my aunt made us some bread and we ate it it was still، يعني it was still هنا warm، warm يعني دافئ، لسه عاملة الخبز يعني ايه سخن. Number 7 we will do some of the jobs that people do today، بيكون بنفس الوظائف اللي الناس بتقوم بيها دلوقتي اللي هو الروبوتس اللي هو الانسان الالي. Number 8 بيقول is the material from the skins of animals، مواد الخام اللي هي طبعا من جلد الحيوانات، used to make shoes، وبيستخدموها عشان يعملوا بقى الشوز اند باجز، ودي بتكون طبعا الليزر، الليزر اللي هو الجلد المدبوخ. Location number 9 بيقول in the future the gardens will be on the yeah the garden، بعد كده هتبقى على ال roofs اللي هي ايه الأسطح. Number 10 بيقول most windows are made of، معظم الشبابيك بتكون مصنوعة ايه؟ مصنوعة من الجلاس اللي هو ايه الزجاج. بعد كده عندنا طبعا كلمات unit 11، طبعا هنا كورال ريف طبعا دي الشعب المرجانية، فلات يعني مسطح، جيلي فيش قنديل البحر، اوشن هنا يعني محيط، اوكتوبوس اللي هو الاخطبوط، بويزنس طبعا بويزنس هنا يعني سام، شارك اللي هي سمك القرش، شيل هنا يعني قوقعة او صدفة، ستينج راي اللي هو سمك الراي او الراي اللاسع، ستينج يلسع او يلدغ، تيرتل سلحفة، والحوت، environment اللي هي البيئة، fishing line اللي هو صنارة الصيد، planet هنا يعني كوكب، recycle recycle هنا يعني يعيد تدوير، ربش ربش كمامة، throw away يرمي بعيدا، fisherman هنا صياد سمك، respect يعني يحترم، skeleton يعني هيكل عظمي، word word هنا يعني قالب، cover يغطي، ground اللي هي الأرض، hole يعني هنا فتحة أو ثقب، seed بذرة، soil تربة، ويك ويك هنا يعني ضعيف. بعد كده نشوف التشوز عليها او الاكسرسايز، بيقول دونت ثرو
اويز جوست جلاس بودلز وي كان ذم، يعني ما ترموهمش، ممكن نعمل لهم ريسايكل يعني تدوير. فنمبر 2 بيقول لي تريز ار فيري جود فور اور because they give us clean air. طبعا هنا كويسة لل environment، البيئة، لأن هي بتدينا إيه، الأشجار هواء نظيف. في number 3 بيقول we don't need the dirty piece of paper, you can put it with the، ارميها هنا، طبعا ارميها فين، في الرابش. number 4 بيقول a lot of catfish from the Red Sea، من هم اللي بيصطادوا طبعا السمك من البحر هنا اللي هو البحر الأحمر اللي هو الفيشرمان. Well my grandmother is 65 and knows a lot, we all what she says، يعني تيتا عندها 65 سنة ولازم نحترم كل الكلام اللي هي بتقوله. You respect. Judy felt very after she was ill but she is better now. طبعا هنا felt very weak يعني ضعيفة، لكن هي طبعا اتحسنت دلوقتي. In the museum we saw a of a very old animal, its bones were very big. طبعا هنا العظام بتاعتها كبيرة جدا، وده بيكون السكيلتون اللي هو الجهاز العظمي. في نمبر 8 بيقول the shark is one of the most dangerous animal in the، طبعا بتكون احدى الحيوانات اللي هي ايه الخطيرة في الاوشن المحيط. It is poisonous. It stings you when you touch it. الوحيد طبعا اللي بيلسعك هنا بيكون جيلي فيش اللي هو قنديل البحر. بعد كده بيقول له when a is in danger it goes into its shell، لما بتحس ان في خطر بتخش طبعا في الصدفة اللي هي ايه التيرتل. ناخد كده على السريع برضو كلمات يونت 12 نشوفهم كده مع بعض. accountant يعني محاسب، architect مهندس معماري، business man رجل أعمال، business woman يعني سيدة أعمال، computer programmer يعني مبرمج الكمبيوتر، dentist طبيب الأسنان، engineer مهندس، engine محرك machine يعني آلة، photographer هنا يعني مصور، scientist عالم، writer كاتب، laboratory هنا معمل علوم، مارين بيولوجيست اللي هو عالم أحياء مائية، كالتشر ثقافة، جولري مجوهرات، ورك شوب ورشة، ريزلت يعني نتيجة، وشان المحيط، باي ان ابارتمنت يشتري شقة، جيت جوب يحصل على وظيفة، جيت ماريد يتزوج، جو تو يونيفرستي يذهب للجامعة، هاف تشيلدرن لديه أطفال، ليرن تو درايف يتعلم القيادة، باس اكزامز يجتاز اختبارات، travel يسافر، app اللي هو التطبيق، countryside اللي هو الريف، design هنا يعني يصمم، cure علاج، illness المرض، pilot طيار، adult يعني بالغ، poetry صناعة طبعا ايه البوتري دي اللي هي الفخارة والخزف، skill المهارة. نشوف الجزء اللي بعد كده هو اللي choose اهو. بيقول I love learning about sea life, I want to be، فبيقول لك عن حياة البحر، فهو عايز يبقى طبعا اللي هو المارين بيولوجيست اللي هو ايه عالم أحياء مائية أو بحرية. السؤال بعد كده هنا بيقول لي is bigger than a sea، بيكون أكبر من البحر ويكون ده طبعا الأوشن. بيقول the scientist did a lot of tests in the، بيجري طبعا اختبارات فين، في اللابوراتوري اللي هو المعمل. في نمبر 4 بيقول لي the shop had a lot of cups, plates and other، yes، وبيكون فيه برضو المحل بيكون فيه هنا ايه poetry يعني اواني خزفية. my cousin is now she was 18 last week، طبعا هنا بقى adult بقى عنده كام سنة هنا 18 سنة. doctor can usually a lot of money، طبعا الدكتور هنا earn a lot of money يعني يكسب فلوس كتير. في نمبر 7 بيقول tourists learn a lot about ancient Egyptian when they visit Egypt، طبعا هنا السياح بيتعلموا كتير جدا عن الحضارة المصرية القديمة. طبعا هنا ايه يعني حضارة، طبعا هنا culture. في نمبر 8 بيقول my father bought this for my mother when they got married، طبعا اشترى لها ايه، اشترى طبعا jewelry
جوهرات. نمبر 9 is something on your phone that helps you use maps, books, tickets. طبعا ده اسمه ايه؟ app, تطبيق. نمبر 10 بيقول لي is when you draw something that you plan to build or make, وده اسمه هنا design, اللي هو التصميم. تعالوا كده مع بعضينا نلم أكتر كمية من الحاجات طبعا من المنهج. أوكي، احنا رجعنا طبعا الجرامر بتاع الباست سيمبل كله بتاع المنهج، حاجات رجعناها كلها. أوكي، وقدرنا إن احنا طبعا نلم كل الأسئلة وكل الفوكاب الكلمات الموجودة معانا في المنهج كده. طبعا المنهج اتبسط وعرفنا ايه كل خباياه وايه الحاجات اللي موجودة جواه، بحيث لما يجينا طبعا امتحان نقدر نحل اي حاجة ايه في الامتحان، سواء تشوز سواء كوريكت سواء اي حاجة. الخطوة اللي بعد كده تعالى نشوف برضو، نراجع مع بعضينا كده، ده كله ده هيساعدنا فين في ال تشوز. بعض الكلمات هنا زي بولينج عليه، ميوزيم، نيرفز، اكسبيشن، دايري، الكلام ده كله خدناه يا شباب. اكوريوم اللي هو معرض الحياة المائية، بلانتيريوم مرصد فلكي، فان فير مدينة الملاهي، ستاديوم. تعال نحل مع بعضنا كده شوية أسئلة على الكلمات اللي احنا خدناهم دول. بول is a place where you can go bowling is the. طبعا هنا اللي هو ايه البولينج عليه اهو. بعد كده بيقول I saw about dolphins in science museum. طبعا هنا عبارة عن ايه؟ exhibition. exhibition هنا يعني عرض أو معرض للدلافين. في number 3 بيقول أحمد was very about his exams, he couldn't sleep. طبعا هنا ايه؟ he was very nervous يعني عصبي مش قادر ينام. في number 4 بيقول you can see many ancient stitches and coins in the Egyptian. طبعا معروفة الحاجات دي تشوفها في الايجيبشن ميوزيوم اللي هو المتحف ايه المصري. بعد كده الكلمات اللي موجودة على الدرس التالت والرابع في يونت 7 اهو، حاجة حاجة كده ناخدها. ايلاند جزيرة، كيف يعني كهف، سيلر بحار، ستورم عاصف، جانجل ادغال، كوكونات جوز الهند، ترومبيت هنا لآلة النفخ الموسيقية، تربل ادفنشر هنا مغامرة. حلو مع بعضينا كده اللي تشوز. Blue the island, the land that is surrounded by water from the all sides it called. طبعا الأرض اللي هي بتحيط بالمية من جميع النواحي بيسموها ايه؟ island. يبقى the land that is surrounded by water from all sides is called ايه؟ island. جزيرة يعني. Are difficult to open but I like them. طبعا هي صعب جدا ان انت تفتحها، لكن هو بيحبها اللي هي الكوكونات اللي هي البذور بتاع الكوكو نوت. في نمبر 3 بيقول لي ذا از ماي فيفورت ميوزيكال انسترومنت، آلة موسيقية مفضلة عنده، ودي طبعا بتقول الترومبيت اللي هي آلة النفخ. في نمبر 4 بيقول روبنس كروز ستوري باي دانيال ديفو از اكسايتنج. طبعا القصة دي عبارة عن ادفنشر، ادفنشر هنا يعني ايه؟ مغامرة. خلصنا الدرس الثالث والرابع، نشوف الدرس الخامس والسادس مع بعضنا كده. كونسرت حفلة موسيقية، أوليفز زيتون، انكلود يشمل يتضمن، بيبرز يعني الفلفل، سيتر مسرح، كايند يعني نوع، تيم هنا يعني فريق، كلوزد مغلق، ويند يعني رياح يعني. في نمبر 1 هنا بيقول لي ماي بيدروم تو سمول بيدز اند كابرت. طبعا هنا includes هنا يعني تشمل. في نمبر 2 بيقول له I like vegetables on my pizza especially. طبعا الحاجات اللي هي الخضروات هنا البيبرز اللي هو اللي الفلفل. في نمبر 3 the supermarket was so I couldn't buy cheese. طبعا was closed هنا يعني مغلق ما قدرش يشتري. We couldn't go out yesterday as it was. ما قدرش يطلع لان الجو كان windy. نخش بقى كده على يونت 8 لسن 1 and 2. population تعداد سكاني، country دولة، measurement وحدات القياس، tunnel يعني نفق، bridge يعني كوبري، crowded مزدحم،
نارو يعني تعيق، كابيتال يعني عاصمة، فيزيتورز يعني زوار. بعد كده هنا تعال نشوف الأسئلة كده مع بعضين أهو. بيقول لي جرام أند كيلوغرامز أر ويت، طبعا بتكون الميجرمنتس وحدة القياس. في نمبر 2 بيقول لي كايرو إز أفاري سيتي، تو ميني بيبل ليف زير، طبعا دي بتكون مدينة كراودد يعني مزدحمة جدا. في نمبر 3 بيقول لي از ذا اوبوزيت اوف وايد، يعني عكس كلمة وايد طبعا بيكون نارو يعني ايه ضيق. بيجين از ذا اوف تشاينا، دي تكون الكابيتال العاصمة بتاع ايه الصين. لوسن 3 و 4 في طبعا الوحدة الثامنة، سكانينج اللي هو التزلج على الجليد، انسكت يعني حشرة، سسبنشن اللي هو المعلق، سانست يعني غروب الشمس، فيو منظر طبيعي، اتشيفمنت انجازات، اقل قبيح اكسبنسيف غالي الثمن، اكروس يعني عبر. تعال نشوف مع بعضين كده اللي تشوز. بيقول there is a beautiful of the city from Cairo Tower، وده طبعا بيكون فيو يعني منظر. بيقول we are very proud of Egypt this year، طبعا احنا فخورين بكل الانجازات المصرية اللي هي الاتشيفمنتس. في نمبر 3 بيقول لي modern cars aren't cheap they are، طبعا هم مش رخيصة يبقى expensive غالية. beautiful is the opposite of، طب beautiful يعني جميل عكسها هي هنا ugly. بعد كده طبعا lesson 5 and 6 competitions هنا مسابقة، entrance يعني مدخل، design يعني يصمم أو تصميم، treasures يعني كنوز، column هنا يعني أعمدة، display اللي هو العرض، welcome يعني يرحب، reason يعني سبب، popular يعني محبوب. تعال نشوف مع بعضنا كده اللي تشوز. بيقول the engineers new building they are clever، طبعا بيعملوا ايه هنا design يعني ايه صمموا. في نمبر 2 بيقول the grand Egyptian museum its first visitors in 2019، هنا طبعا ايه بيرحب يعني welcomed. نمبر 3 بيقول what was the foremost floods in the past in Egypt، طب ايه الاسباب هنا يبقى what ايه what was the reason، reason هنا يعني سبب. اوكي في question number 4 بيقول Egypt is with its great treasures، طبعا هي مشهورة اوكي بكل طبعا كنوزها هي العظيمة. is popular with، مش هينفع طبعا هنا مش هينفع ناخد famous لأن famous هنا لازم تاخد preposition for. تعال نشوف مع بعضينا كده unit 9 على lesson 1 و 2 اهو. climbing اللي هو التسلق، tent يعني خيمة، negotiate هنا يتفاوض، trekking الترحلة والتجوال، diving اللي هو الغطس، dangerous يعني خطير، scary مخيف، equipment معدات، بيدوينز اللي هم البدو. في نمبر 1 بيقول young people sleep in campsites، بيناموا فين طبعا في المعسكرات، بيناموا هنا في تنتس اللي هي تنتس الخيم. في نمبر 2 بيقول it's to climb a mountain without training، يعني ايه من الخطر ان انت ايه تتسلق جبل بدون تدريب يبقى it's dangerous. في نمبر 3 people who live in the deserts are called، الناس اللي بيعيشوا في الصحارى اسمهم ايه بيدوينز. films make me frightened ال scary films. lesson 3 و 4 railway line stormy عاصف، transport وسيلة نقل، protect يحمي، put on يرتدي، sound يبدو، bridge بريطاني، weather طقس، foggy لو الضباب. it's important for people to on their school uniform، طبعا هنا ايه بوتون هنا يعني ايه يرتدي. في نمبر 2 بيقول لي this dish delicious it smells good، طبعا هنا ايه sounds delicious، sounds هنا يعني يبدو. في نمبر 3 people live in England، الناس بيعيشوا في England، منهم بقى اللي هم البرتش. نمبر 4 بيقول what is the like today it's hot،
قال لك اتس هوت يبقى وات از ذا ويذر اللي هو ايه الطقس. بعد كده لسن 5 اند 6 ألبوم ماجازين سجيشنز اقتراح اوبينيون راي اندرلاين يعني اضع خط ريسبكت يحترم لوك فورورد تو يتطلع الى ميستيكس يعني اخطاء ادفانتج مزايا. تعال نشوف مع بعضينا كده نمبر 1 one of the of getting up early is to be active يعني احدى المزايا اللي هي ان انت تقوم بدري بتكون ان انت اكتف ونشيط advantage making معناها makes you learn well. طب making ايه بقى making homework يعني انت تعمل واجب ده معناه ان انت تبقى ايه تتعلم كويس. في نمبر 3 بيقول I forward to visiting Aswan in winter طبعا هنا I look forward to بتطلع إلى. نمبر 4 it's polite to older people طبعا من الأدب والاحترام يبقى it's polite to respect. Do you understand هنا طبعا listen 1 و 2 تعال نشوف مع بعضنا كده teaspoon cushions اللي هي الوسائد والمخدات تاب الحنفية بلاستيك ميتال وولت مين رئيسي بريكس الطوب او الحجار وول صوف. يقول لي هنا turn off the wall to save water يعني اقفل ايه هنا اقفل طبعا التاب الحنفية عشان نوفر المية. people wear clothes in winter to keep warm طبعا بيلبسوا ملابس ايه هنا بيلبسوا ملابس صوف وول. في نمبر 3 بيقول what is the idea of the lesson طبعا المين ايديا اللي هي الفكرة الرئيسية. 4 بيقول my is made of good leather اللي هو اللي مصنوع من good leather اللي هو ايه بقى الوالت اللي هو ايه المحفظة بتاعته. في lesson 3 4 بيقول igloo منزل من الجليد الكتريك كهربي solar panels materials يعني مواد خام driveless cars earthquake architect مهندس معماري cool بارد قليلا rectangular على شكل مستطيلي. تعال نحل مع بعضنا كده اللي تشوز بيقول iron plastic and wood art كلها الحاجات دي عبارة عن materials يعني مواد خام. في نمبر 2 بيقول I want to be to design new buildings هو عايز يبقى ايه عايز يبقى architect architect اللي هو ايه فني او مهندس معماري. a nice temperature that is cold but not too cold is cold cold طبعا تسمى ايه هي بيقول لك ولا هي اللي يعني عايز يقول ان هي ايه باردة ومش باردة قوي يعني ولا كده ولا كده طبعا بيقول عليها ايه هنا دي بيسموها هنا ايه كول كول يعني ليس بارد يعني بارد قليلا. في نمبر 4 بيقول لي this is a shape it's rectangle طبعا ده هنا ايه rectangular. في lesson 5 و 6 هنا في unit 10 diagram اللي هو الرسم التوضيحي calendar اللي هو التقويم creative مبدع amazing مذهل technology تكنولوجيا تايم لاين يعني جدول زمني لوك لايك يعني يشبه ان ديتيل يعني بالتفصيل ديفايد يعني يقسم. شوف الجزء اللي بعد كده بيقول تشوز بيقول لي هنا ايه رايت ذا امبورتنت ايفنتس ان يور لايف ان ا يعني اكتب طبعا الحاجات اللي ايه الاحداث المهمة في حياتك في ايه هنا طبعا هنا مش هتنفع غير تايم لاين تايم ايه لاين. في نمبر 2 بيقول له you can which ideas is the best you can ايه بقى طبعا هنا decide يعني يقرر يعني what does your brother هنا معناها look like طبعا يعني يشبه. في نمبر 4 بيقول لي can you tell me everything about this journey in قول له كل حاجة عن الرحلة بالتفصيل يبقى in details. اخر يونت معانا طبعا يونت 11 اهو lesson 1 and 2 بيقول بروتكت بروتكت يعني احمي ويل يعني حوت تيرتلز اللي هي السلاحف اوكتوبوس الاخطبوط انفايرومنت البيئة ريسايكل يعيد استخدام
بلانتس اللي الكواكب، جيلي فيش عند البحر، بويزنز يعني سام. في نمبر 1 بيقول لي تو از تو كولكت اول ذا ثينجز اند ميك يوزبل ثينجز تو يوز ات اجين، طبعا ده الريسايكلينج. نمبر 2 بيقول لي ذا از ذا بيجست سي انيمال، اضخم حيوان في البحر هو او المحيط يكون الويل الحوت. As stings you when you touch it، بيلسعك لما انت تلمسه، ده بيكون طبعا الجيلي فيش. في نمبر 4 بيقول لي you shouldn't throw things in the sea، it's dangerous for sea animals، طبعا هنا حاجة سامة جدا يعني، يبقى هنا ايه poisonous. الدرس اللي بعد كده هو lesson 3 و 4، ال dictionary، collaborate يعني يتعاون، fishing lines، النرد صيد، reserves المحمية، soil تربة، seed بذرة، planet كوكب، frighten يخيف، empty يعني فارغ. بيقول لي nature keep our birds plants and animals safe، ودي بتكون اللي هي nature reserves اللي هي المحميات الطبيعية. You shouldn't birds and animals by making noise، يعني ايه ما تخوفهمش طبعا، يبقى you shouldn't frighten. The bag is there is nothing in it، طبعا ما فيش حاجة فيها، يبقى empty يعني فارغ. Earth is on which we live، طبعا ده بيكون planet، planet يعني ايه كوكب. Lesson 5 and 6، foster يعني ملصق، character يعني شخصية، conclusion هنا يعني الخاتمة، writer يعني كاتب، skeleton هيكل عظمي، gloves هنا قفازات، headphones سماعات الرأس، snack هنا يعني وجبة خفيفة، word يعني قلق. بيقول لي ايه is the bones of somebody or an animals، طبعا جسم الحيوان أو العظام بتاعته بتكون ال skeleton. You should wear to protect your hands from cold weather، احمي ايديك من البرد اللي هو الجلافز. I'm hungry I'll have، طبعا هيتناول سناك. في نمبر 4 بيقول لي I feel before the exam، بيشعر بيه قبل الامتحانات، طبعا بيشعر بالورد اللي هو القلق. اوكي طبعا احنا في الفيديو ده قدرنا ان احنا نجمع كل المعلومات على المنهج، الكلمات، الفوكاب، شرحنا الجرامر ان ديتيلز وحلنا عليه. أتمنى إن احنا نكون استفدنا من الفيديو. Thank you. Goodbye.